جمعاً بين حديثي البسملة والحمدلة، يعني جعل الافتتاح بالبسملة حقيقي وبالحمدلة إضافي للجمع بينهما، لكن الكلام في أيهما أصح من ناحية الصحة، من ناحية الصنعة الحديثية. البعض صحح حديث الحمدلة اللي هو الصحيح، والبعض صحح حديث البسملة، لكن أيهما أقوى في الاعتبار؟ حديث البسملة أن عليه العمل. جميع الأئمة الذين صنفوا وكتبوا، الإمام مالك الموطأ، الإمام الشافعي، العمل على على حديث البسملة، لكن ما فيش مانع أن نجمع بينهما، يعني نعمل بهما معا بصرف النظر عن صحة وهذا يعتبر اقتداء للكتاب العزيز، لأنه في الكتاب العزيز القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، فكلاهما مبدوء به، ولكن البدء بالبسملة حقيقي والبدء بالحمدلة إضافي. وقدم، يعني احنا جمعنا من الحديثين، طبعا ايهما اصح ده عمل مين؟ ارجع للاسانيد والجرح والتعديل وشوف الحديث الصحيح. طبعا قلنا هناك من ذهب الى تصحيح حديث الحمدله، قلنا البعض حديث البسمله ضعيف، او مثلا الذي عليه العمل، عليه العمل هو حديث البسملة، كل الكتب فيها بسم الله، حتى الكتب السابقة اللي كانت قبل القرآن برضه بيقول إنها مبدوءة بالبسملة. كل الفرق بيننا وبين غيرنا إنه اللسان العربي، يعني البسملة ليست من خصائص هذه الأمة، لأنها مذكورة حتى أيام سيدنا سليمان، حتى القرآن ذكر إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة كانت، أمال إحنا الخصوصية؟ هي البسملة بهذا اللفظ أو بهذه الطريقة، بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حتى في الجاهلية باسمك اللهم. إحنا خصائص هذه الأمة البسملة باللفظ العربي الذي عليه العمل الآن. خلاص؟ وقدم البسملة عملا بالكتاب والإجماع، تمام كده؟ طبعا ما قالش ليه بالسنة، عشان في خلاف، في رواية كده، في رواية كده، وطبعا يعني كل أمر لا يبدا فيه، في رواية ببسم الله، في رواية بإيه؟ بل في رواية ثالثة بذكر الله، مطلب ليه؟ الذكر. وطبعا هل يحمل بيقولوا هنا يحمل المطلق على على المقيد، مش كده؟ يعني مثلا لما يجي آية تحرير رقبة، مش كده؟ في سورة اللي فيها الظهار، هات الآية، أنا عارف السورة، أنا عارف الآية، يقول له لا يا رب السورة والذين يظاهرون الناس ثم يعودون المقر وتحرير رقبة من قبل أي ما فيش مؤمنة، فتحرير رقبة ده مطلق، مش كده؟ يبقى إذا نحرر أي رقبة ولا رقبة مؤمنة؟ رقبة مؤمنة، طب منين حملنا هذا النص اللي هو المطلق على آية ثانية فيها القيد اللي بتاع الكفارة القتل القبر، فتحرير رقبة مؤمنة. طيب احنا عندنا دلوقتي بيقولوا حمل المطلق على المقيد ما ينفعش لانه تعددت القيود. يعني عندنا هنا قيد بسم الله وقيد الحمد لله، وعندنا مطلق ذكر الله، مطلق ذكر. فلا يصح حمل المطلق على المقيد الا اذا لم تتعدد القيود. يعني قيد واحد. انما القيود تعددت مش هينفع. يبقى نعمل نجمع بينهما. يعني واحد يقول لك والله هو المطلوب ذكر الله. قلت بسم الله الرحمن الرحيم تحقق الذكر. قلت الحمد لله تحقق الذكر.
قلت الله أكبر، قلت لا، أي مم تذكر الله تعالى عند الشروع في أمر ما، واضح؟ في أمر ذي بال، هل ينفع كذا نحملها على المطلق؟ لا، لابد من الجمع بين الروايات. فنقول بسم الله ونقول الحمد لله، ثم يكون كلاهما يعني البسملة والحمدلة مبدوءا به، ولكن الفرق هذا بدء حقيقي وهذا بدء إضافي. وقدم البسملة عملا بالكتاب والإجماع، يعني الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الأول كده، يعني واحد مثلا يعني جن كده حصل له جنون وقال الحمد لله رب العالمين بسم الله، ينفع؟ ما ينفعش مخالفة الكتاب والإجماع. ما يصحش تقديم الحمدلة على الإيه؟ على البسملة، أن هذا مخالف لإيه؟ للكتاب والإجماع. ولاقتضاء المقام تقديم الحمد قدمه على الله، يعني لماذا؟ يعني لم يقل كذا، في بعض الناس يقول لك يا أخي لا يقدم على اسم الله شيء، فالمفروض ما يقولش الحمد لله، يقول لله الحمد، يعني يقدم إيه؟ يقول لك لا، هذا يقتضيه المقام، لأن المقام ثناء وحمد، فيقدم إيه؟ وإن كان الأهم ذاتا ذكر الله، يعني الأهم لذاته هو إيه؟ أن تذكر الله أولا، لكن المقام يقتضي إيه؟ الحمد أو الثناء، فقال الحمد لله. يجي بعد كده بيشرح لنا الحمد لغة هو الثناء للجميل على قصد التقدير، يعني طبعا هتجد تعريفات مختلفة من كتاب إلى آخر، لكن المضمون واحد، مفيش فيها في جوهرها أو في مضمونها أو في محتواها خلاف. طرق الحمد لغة الثناء باللسان على الجميل لاختياره، شوف كده، على جهة التعظيم، سواء كان في مقابلة نعمة أو لا، هذا تعريف الحمد، خلاص؟ والفرق بينه وبين الشكر هيأتي للكلام، والفرق بينه وبين المدح هيأتي للكلام، فهناك نسب بين الحمد والشكر والمدح وصلت إلى 15 نسبة، موجودة في كتاب الخليلة، في شرح الخليلة، الإمام مين؟ الدردير رضي الله تعالى. الحمد لغة هو الثناء بالجميل على قصد التفضيل أو على قصد التعظيم، يعني ما ينفعش مثلا الثناء بالجميل وليس على وجه التعظيم، يعني يكون على وجه السخرية أو التحكم، كما في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، هل هذا حمد؟ لا، تحكم وسخرية، كأنه خرج عليه مخرج الاستهزاء والسخرية. واصطلاحا هو الثناء بالكلام، لماذا لم يقل باللسان؟ لأنه لو قال باللسان لأخرج الحمد القديم، يعني حمد الله تعالى لذاته، لأنه ليس بلسان وليس بأضراس ولا لهوات ولا فك ولا مخارج حروف ولا غير ذلك، ولا حلق ولا شفتين، فلأجل هذا قال بالكلام، فيشمل القديم ويشمل إيه؟ الحادث، لكنه لو خص الحادث لقال الثناء باللسان على المحمود صفاته الاختيارية، سواء كانت من باب الإحسان أو من باب الكمال المختص بالمحمود كعلمه وشجاعته مثلا. يعني هنا أذكر لك أن الحمد، عشان تفهم إيه الفرق بين الحمد والشكر، أن له أركان خمسة،
مين يقول يا شيخ محمد؟ الحامد والمحمود والمحمود به والمحمود عليه والصلة. قال بلى أركان الحمد، من غير كده ما فيش حمد. يعني هديك مثال، زيد أكرمك، يعني ذات مال، ذات زوجة، ذات قصر، أكرمك أي إكرام، فأثنيت عليه فقلت زيد عالم أو زيد أصيل أو زيد رجل محترم أو زيد له من أي ثناء. يبقى إذن أنت الحامد وزيد إيه؟ المحمود، والمحمود عليه هو الكرم، والمحمود به هو العلم، والصيغة زيد عالم. ولذلك كم ركن يا شيخ؟ خمسة. زيد أكرمك فقلت زيد عالم أو زيد أصيل أو ذو معنى أو مكان أو زيد حتى إلى أي حاجة يقول لك أنت عاوزه، وممكن يكون خطأ صواب كفر إيمان، المهم هم اللي عنده حمد أو إيه أو ثناء. يبقى أنت الذي قلت زيد كريم، أنت الحامد، وزيد هو المحمود. طيب هناك في حاجتين، في محمود به في محمود عليه، فرق بين دول. المحمود به الذي أنت أثنيت عليه به، أنت أثنيت عليه بالعلم، خلاص كده، فهذا هو المحمود به. أما المحمود عليه يعني اللي كان بسببي أو عليه الحمد هو إكرامك والكرم، الكرم هو المحمود عليه، والمحمود به هو الإيه؟ هو العلم. طب والصيغة هي العبارة اللي أنت إيه أثنيت عليه بها، الأسلوب يعني. هذه أركان الحمد لله الخمسة، ممكن نقلبها نقولها في الشكر، الشاكر والمشكور، والمشكور به والمشكور عليه والصيغة، نفس الحكاية. كذلك نقول ذلك في المدح، هذه الفرق بين القصة دي كلها. في حاجة مهمة اللي هو إيه المحمود به والمحمود إيه؟ قد يتحدان ذاتا ويختلفان اعتبارا، بمعنى انك زيد اكرمك، فالكرم هو المحمود عليه، مش كده؟ فلو قلت زيد كريم يبقى الكرم هو المحمود به ايضا وهو المحمود عليه، بس اختلفت الايه؟ الحيثيه. فمن حيث انك اثنيت عليه بالكرم فهذا محمود به، ومن حيث أن كرمه كان سببا فهذا هو المحمود عليه، فهم حاجة واحدة، بس اختلفوا به من ناحية الاعتبار، من ناحية الحيثية. ويمكن يتحدان ذاتا وقد يختلفان ذاتا، فكما أنه أكرمك فالمحمود عليه هو الكرم، فقلت هو عالم، يعني لولا أنه عالم يعرف أقوال الناس ما كانش أكرمني. اختلف ليه المحمود به والمحمود عليه ذاتا. أما إذا كان قد أكرمك فقلت هو كريم، يبقى اتحد، اتحد إيه؟ ذاتا واختلف اعتبار، يعني باعتبار أنه محمود عليه شيء وباعتبار أنه محمود به شيء آخر. لكن المدار في الاختيارية، وهي الثناء للجميل، شوف كده، على الجميل الاختياري على جهة التعظيم. فالاختيارية هنا في المحمود به ولا في المحمود عليه؟ الثناء بالجميل على الجمال، تلقى الاختيارية في المحمود عليه لا في المحمود به. يعني ايه؟ يعني لازم اللي انت هتحمل عليه الحمد عن الثناء، اللي هتثني عليه من عبد الفتاح او من الشيخ محمد او من غيره، لازم يكون شيء اختياري. بمعنى انك لو اثنيت ووصفت الورده بالجمال لصفائها او لرائحتها او لشكلها، فهذا ليس امرا اختياري،
فهذا يسمى مدح ولا يسمى حمد، يعني لا يسمى الحمد حمدا إلا إذا كان المحمود عليه أمر اختياري. يعني أنت لو مدحت الجو أو مدحت السماء لصفائها أو الشمس لحسن إشراقها فهذا يسمى مدح، لأنه ليس أمر اختياري. واضح؟ لازم يكون المحمود عليه اختياري، أما المحمود به لا يشترط فيه أن يكون اختياريا، لقد أقول إنه من سلالة كرم ولم يختر ذلك. واضح كده؟ إيه اللي يكون لابد أن يكون اختياري؟ ها؟ المحمود عليه. واضح؟ نقرأ إيش المحمود والشكر. لذلك هنا بيقول لك إيه؟ هو الثناء بالكلام، بالكلام. الحمد هنا مختص بالثناء بالكلام. ما دخلناش هنا إيه في الإيه؟ ها؟ في الجوارح ولا في الفعل، بس فقط ثناء باللسان. على المحمود صفاته الاختيارية، يعني ما ينفعش أقول مثلا إيه؟ أحمدك على حسن أو طول قامتك. هذا ليس أمر اختياري. وذلك بيقول الصفات له، الصفات ليه؟ الاختيارية. إنما جمال الشكل، حسن الصورة، قوة الجسم، هذا إيه؟ يمدح عليه ولا إيه؟ يحمد، لأنه ليست أمور اختيارية. واضح؟ بيقول لك سواء كانت من باب الإحسان أو من باب الكمال. الإحسان يعني اللي هو إيه الفرق بين الإحسان والكمال؟ الإحسان هو الذي يتعدى إلى الغير، والكمال هو إيه؟ المختص بالمحمود. يعني أنا لو حمدتك أثنيت عليك على علمك هذا إيه؟ كمال. إنما على تعليمك الناس فهذا إحسان. واضح كده؟ يقول حيوصل للآخرين يسمى إيه؟ إحسان. أما المقتصر عليك يسمى إيه؟ كمال. يعني أحمدك على خشوعك في الصلاة، على حسن تلاوتك، على شجاعتك، على تمكنك من العلم، كل هذا إيه؟ كمال. أما على إكرامك للناس أو نفعك للعباد فهذا إحسان. خلاص كده؟ يلا. والشكر، والشكر لغة هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب. خد بالك في الحمد قال ايه؟ الثناء باللسان. هنا ايه؟ قال فعل. فعل، خد بالك، ينبئ. ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. ينبئ يعني ايه؟ لماذا قال ينبئ؟ يعني مش معناه هو يعني صريح في هذا، يعني ينبئ يعني يشير، يدل يعني. خلاص؟ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما ولو على غير الشاكر. يعني أنا بأثني عليه أو بأفعل فعل، أفعل فعل. هذا الفعل طبعا هيتكلم هنا عن الفعل، فبيقول إيه؟ الفعل ده إما أن يكون باللسان، هنرجع للإيه؟ بالحمد، أو بالقلب، أو بالجوارح، وكل هذا يسمى إيه؟ لأن القول عمل، اللسان فعل اللسان، والإشارة بالجوارح ده عمل الأركان أو الأعضاء، واعتقاد عظمته في القلب. هذا هو التصميم على أنه رجل محترم وإنسان كذا، هذا يسمى فعل القلب هو الاعتقاد. ولهذا قال فعل ينبئ، لأنه اللي في القلب لا اطلاع لنا عليه إلا إيه؟ بطريق إيه؟ الأعضاء أو الإيه؟ اللسان. لهذا السبب قال إيه؟ ينبئ، عشان يدخل إيه؟ القلب. واصطلاحاً هو الثناء باللسان وبغيره من القلب والأركان. يعني ثلاث حاجات. بمعنى كده الشكر في اللغة أعم من الإيه؟ أعم من الحمد، لأنه باللسان وبالقلب وبالأركان، أما الحمد خاص إيه؟ باللسان. والثناء باللسان وبغيره من القلب والأركان
بسبب ما أسدى إلى الشاكرين من النعم. يعني بسبب ما أسدى الحق سبحانه وتعالى أو المنعم إلى الشاكرين من النعم. ولذلك هنا لما نيجي في عندنا كم تعريف يا شيخ محمد؟ تعريف الحمد لغة وتعريف اصطلاحا وتعريف الشكر لغة وتعريف ليه؟ الشكر اصطلاحا. إذا تعريف الشكر اصطلاحا هو ايه؟ تعريف الشكر لغة هو تعريف الحمد اصطلاحا، تمام كده؟ أما تعريف الشكر اصطلاحا هو ايه؟ ده اللي بقى كده صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به عليه فيما خلق لأجله. صرف جميع يعني الطاقة العقلية، الفهم، الاستيعاب، النطق، السمع، البصر، الرجلين، اليدين، أي شيء أنعم الله تعالى، المال، الصحة، الأولاد، الزوجة، كل هذا تسخره فيما خلقت لأجله. ما هو الذي خلقت لأجله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا تحقق لك هذه المرتبة إلا بهذه. ولذلك كان الشكر في لغة القرآن يعني كذا كأنه عدم، يعني قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. شاكر فيه لما الشكور قليل، وكلمة قليل يعني معناها يكاد، يكاد كذا مش يكاد أن يكون غير موجود إلا في المعصومين الكمل. لذلك ربنا تقول لو كان عبدا شكورا لما غير الأنبياء ذلك وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم، يعني ما هم كلمة خلاص كده. وحتى احنا بنستعمل في لغتنا التالية كلمة قليل ونريد منها عدم الوجود. بقول لك مثلا فلان ده قليل الأدب، يعني معناها أدبه قليل ولا مش مؤدب؟ مش مؤدب. ليس فلان قلة أن عنده شيء، لا. ولذلك مقامه عزيز أو مقامه نادر وقليل. ليه؟ لأنه من الذي يستطيع أن يسخر كل جوارحه وأعضاءه ونطقه وأحياه ومماته وسمعه وبصره وماله كله لله؟ كده. عشان كده قال ايه؟ وقليل من عبادي. في قسمة القرآن تجد أمرا عجيبا، إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. طبعا هنا الأقسام مش اثنين أربعة، لأنه شاكر اللغة اسم فاعل يقابلها كافر، وشكور فاعول يقابلها كفور. وبيسموه ايه ده يا شيخ؟ اسمه ايه؟ اكتفاء، يعني حذف من الأولى أو احتباك، حذف من الأولى يعني بس إما شاكرا إما كافرا، حذف الثانية كافرا لدلالة الشاكرا، وحذف لا شكور ما شاكرا ما كفر، حذف شكورا لدلالة كفورا. يبقى كده في شاكر وشكور وفي كافر وكفور، بس ذكر اثنين لأنه دي تدل كل واحدة منهم تدل على إيه؟ على مقابلها، على مقابلها. الشكر والشكر لغة هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، واصطلاحا هو الثناء باللسان وبغيره من القلب والأركان بسبب ما أسدى إلى الشاكرين من النعم. فإن قلت ما النسبة بينهما؟ فالجواب نسبة العموم والخصوص من وجه. يبقى طبعا مرة يكون ده أعم إذا نظرنا إلى إيه؟ يعني هناك مثلا مورد خلاص هنطبق عليه بحسب التعريف، فممكن هنا لما نيجي للسنة اللي يعني خاص كده خلاص كده التعريف خاص، لكن المورد ايه؟ عام على المحمود عليه. الثاني تلقاه عام والمورد خاص لأنه جعله في مقابلة نعمة. إن الحمد ده يحمد على كل حال، أما الشكر في مقابلة نعمة. يعني شكرتم ايه؟ يعني مثلا تحمد الله تثني عليه في أي حال السراء، أما الشكر لما يكون في نعمة. ذات مرة كان رجل أحمق وغير ذلك، فجيء به إلى الحجاج الثقفي
وكان قد ارتكب يعني ما يستوجب الجلد أو التعزير. فكان يعني رجل ناسك أو زاهد، يعني كلما يجلد أو تلهب الصياد ظهره يعني كانه عندما يتحمل هذا في سبيل طاعة الله أو يصبر، فيشكر الله تعالى كأنه عندما ينظر إلى الثواب المترتب على هذا الجلد أنه حيثاب وحيكون له منزلة في الآخرة، يعني فاعتبرها دي نعمة، فيشكر الله شكرا لك يا رب. فإذا سمعوا الحجاج اشتد غضبه، كيف أشكر يعني هنا المقام مقام صبر، مش لم يش نعمة ده زلزل، مش بيعطيله دراهم ولا دنانير يجلده ويقول شكرا لك يا رب. فكان المأمور به كان 100 جلدة، فلما كثر وزاد شكره قال زيدوه وزيدوه 100 أخرى، فزاد الشكر قال يقول 100 أخرى حتى وصل الجلد إلى 700 جلدة. فقال له الحجاج أتدري لما زدتك؟ قال لا، قال لكثرة شكرك لله، فإن الله تعالى قل إن شكرتم لأزيدكم. فليس هذا المقام مقام شكر، ده مقام صبر، لكن الجهل في العبادات يولد الإنسان مورد التحلفة. فإن قلت ما النسبة بينهما فالجواب نسبة العموم والخصوص من وجه. عارفين العموم والخصوص الوجه؟ ها؟ في عموم وخصوص مطلق وفي عموم وخصوص وجه. العموم والخصوص المطلق يكون عندنا ايه؟ شيئان او معنيان يجتمعان في ماده وينفرد الاعم، زي ما قول ايه؟ رسول ونبي، بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني يجتمعان في الرسول، فالرسول هو في نفس الوقت نبي، ده اسمه عموم وخصوص ايه؟ مطلق. وينفرد النبي في النبي الذي ليس برسول، ينفرد النبي ولكن ليس هو، اما في الرسول اجتمع. كده نقول كده عشان تفهم العموم والخصوص المطلق، كل رسول نبي وليس العكس، هذا عموم وخصوص ايه؟ مطلق. اذا اجتمع في ماده يعني في الرسول، لانه هو في الوقت ذاته رسول ونبي، وانفرد مين؟ انفرد الأعم اللي هو مين؟ اللي هو النبي، لأنه هو أعم، لأن النبي فيه فردان، نبي لم يرسل ونبي أرسل. فهمت كده كيف كان النبي أعم؟ هذا عموم وخصوص إيه؟ أما العموم والخصوص الوجهي يجتمعان في مادة وينفرد كل منهما في وجه آخر، ولهذا سمي وجهي. زي ايه بالضبط؟ لما اقول ايه؟ خاتم حديد، اذا كان معك خاتم في يدك حديد اجتمع فهو خاتم وهو حديد، خاتم لأنه تختم به يعني يتزين به وهو حديد، وينفرد الخاتم في الفضة مثلا والحديد في المفتاح، يعني قد يكون الخاتم ليس حديدا والحديد ليس خاتما، إنما لا يمكن هذا في العموم والخصوص المطلق. خلاص؟ يعني ما نقولش قد يكون الرسول ليس نبيا، لا، كل رسول نبي. إذا عرفنا الفرق بين العموم والخصوص ليه؟ ها؟ المطلق، وبين العموم والخصوص ليه؟ الوجه. أجيب مثال ثاني. لما أقول مثلا شاب صائم، ده عموم وخصوص وجه، إذا كان هناك شاب صائم قد ينفرد الشاب فيكون شاب ليس صائم، وقد يكون الصائم ليس شابا بل هو شيخ، هذا يسمى عموم وخصوص وجه. وكتاب مفيد، إيه هذا الكتاب الذي معنا كتاب ومفيد، فقد يكون الكتاب ليس مفيدا والمفيد ليس كتابا، بأن يكون طعاما أو شرابا أو مالا، أليس هذا مفيد؟ هل كل مفيد كتاب أو كل كتاب مفيد؟ لا، وإلا ما كان كتب كثيرة مهملة ولا يلتفت إليها أحد لأنه ليس فيها كبير فائدة. واضح؟ ما في فطرة. يفهم إيه؟ بينهما عموم وخصوص إيه؟
بل هي وإيه؟ بين الحمل طب عجبنا نطبق هنا زي ما طبقنا في رسول ونبي يجتمعان في اللسان ليه؟ لأنه الشكر فعل والفعل زي ما يكون إيه؟ باللسان قول أو بالجوارح أو بالقلب يبقى كده اجتمعوا يبقى إذا إذا قلت أو أثنيت بلسانك فهذا حمل وهذا شكر مش ده ثناء وده ثناء يجتمعان في اللسان في مقابلة الإحسان يعني لما يكون في إحسان يعني في نعمة يكون الثناء حمدا ويكون شكرا متى ينفرد الحمد إذا لم يكن في مقابلة إحسان فهو حمد وليس شكر أما إذا كان في مقابلة إحسان فهو شكر وهو حمد وينفرد وينطيب الشكر بالقلب والأركان يعني يكون بالقلب فقط أو بالجوارح مراد الأركان يعني الأعضاء والجوارح فهذا شكر لأن الحمد مقصود به الثناء باللسان أو بالكلام طالما مش كلام يبقى مش حمد إذا ينفرد إذا شكر فقط إذا اعتقدت بقلبي إنه رجل عظيم ورجل مصلح فأنا كده أشكره بقلبي أو عملت كده ما يدل على تعظيمي يعني إن حنيت له أو مثلا أعطيت تحية عسكرية أو أظهرت يعني قمت بخدمته مثلا أو بمساعدته أو بحمل المتاع عنه ما كل ده عمل جوارح لكن ليس هناك كلام وليس هناك لسان فهذا يسمى شكر ولا يسمى حمد متى يجتمعانها إذا كان الثناء باللسان خلاص كده ولذلك بعضهم قال إيه الشاعر لما أنعم عليه بنعمة أو بعطية فقال للمعطي أو للمنعم قال أفادتكم النعماء مني يدي ولساني والضمير المحجبة يعني اليد هي الجوارح والأعضاء واللسان يعني التعظيم والثناء والضمير المحجبة هو إيه؟ القلب وينفرد الشكر بالقلب والأركان والحمد بتعلقه بالكمال كقولنا الله قديم واحد يعني بقول الله قديم الله بارك الله واحد هذا يسمى حمد ولا يسمى شكر ليه؟ لأنه متعلق بالكمال بالكمالات واضح؟ أما أنت يسمى شكر إذا تعلق بالإحسان واضح هذا طب في هنا سؤال قبل ما نمشي ونسيب الموضوع يعني انت بتقولي الحمد ده يكون على جنين اختيار مش كده لازم يكون صدر منك اللي انت المحمود يعني صدر من المحمود جنين اختياري أحمده عليه يعني كأن يعلم الناس كأن ينفق كأن مثلا يبني مساجد يعمل أي عمل خير أو إيه تكون له كمالات يكون إنسان شجاع إنسان مخلص واضح كده يعني لازم تكون الأمور دي اختيارية أما إذا لم يكن له فيها اختيار فلا يكون إيه حمدا مش كده فإحنا نحمد الله تعالى على إيه؟ على ذاته وصفاته خلاص كده؟ ونحمده على أشياء ليست اختيارية يعني مثلا في القرآن الكريم وقل الحمد لله الذي شوف الحيثية الذي لم يتخذ ولدا بل هل كونه ما اتخذش ولدا هل ده أمر اختياري؟ يلا لا نقول لا اضطراري واجب له تعالى ليس هو يعني اختياريه معناها ايه؟ اختار اللي هي تخضع للافعال انما للصفات فاذا لماذا يحمد على الذات؟ لذاته يحمد لذاته لانه لا يمكن وجود الذات من غير ايه؟ من غير الصفات فالذات ليست اختياريه وكذلك الصفات ليست اختيارية
لا كلمة الذات ها لا تقوم إيه بغير الصفات، الصفات لازم تقوم بإيه بالذات، فتنزل الصفات منزلة الذات، لأن عند أهل الحق وأهل السنة الذات والصفات لا هي هو ولا هي غيره، خلاص كده. ولما كانت الأفعال لا يمكن أن تصدر عنه إلا إذا كان متصفا بهذه الصفات، الاختيار فيه في الأفعال، ولكن لولا الصفات لا تكون ليه الأفعال، فكأننا بنحمده تعالى على ذاته وصفاته التي كانت مصدرا لهذه الأفعال الاختيارية، فنقول نزل الحمد عليها منزلة الحمد على الأفعال الاختيارية، ولا نقول نزلت الذات أو نزلت، لأن في هذا إساءة أدب، لا نتهمها بالنزول، وإنما نقول أنزلنا حمدنا وشكرنا، لأن الأفعال لها مصدر له الصفات، والصفات لا يمكن أن تقوم بنفسها بل هي قائمة بالذات، ولهذا يحمد على ذاته وصفاته وأفعاله، خلاص كده؟ لأنه الأفعال لذلك نجد ترقي وعلو وسمو من المصطفى صلى الله عليه وسلم في الكمالات، مثلا كان في البداية في دعائه وفي ثنائه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فبيقول إيه كده؟ أعوذ أو يستعيذ بإيه؟ بمعافاتك من إيه؟ من عقوبتك، يعني استعاذ بفعل من فعلك ومعافاتك من ايه عقوبتك. لما حصل الترقي وفني عن مشاهدة الأفعال، شاهد ايه؟ شاهد مصدر الأفعال هو الصفات، فقال أعوذ برضاك من سخط، استعاذ بصفة من صفة. بعد أن فني عن مشاهدة الأفعال فني أيضا عن مشاهدة الصفات، فلم يشاهد إلا الذات، فقال أعوذ بك منك. لأجل هذا الحمد على الذات والصفات، لأنها مصدر الأفعال الاختيارية. ربما حد يسألكم السؤال ده. والحمد مختص بالله كما أفادته الجملة، سواء جعل الألف فيه للاستغراق كما عليه الجمهور أو للجنس كما عليه. أنا بيقول لك الحمد مختص، إيه معنى مختص لله؟ يعني لا يحمد سواه، كيف؟ يقرأ لك ويحبون أن يحمدوا، كده؟ وبعدين احنا شرحنا الحمد في التعريف اللغة في الصلاح ما جعلناهوش في مختص، فأنا مثلا أحمدك أنت على هذه الصفة أو على هذا الفعل، بس بشرط يكون إيه؟ اختياري، صح؟ فكيف نقول مختص بالله؟ ألا يحمد بعض؟ إذا كنا نقسم الحمد نقول إيه؟ حمد إيه؟ ها؟ أقسامه كام؟ أربعة، حمد قديم لقديم، مش كده؟ وحمد حادث لحادث، وقديم لحادث وحادث لقديم، فكيف نقول مختص؟ مش كده؟ طيب، هو عم يقول لك يعني إيه؟ في الحقيقة لم يحمد إلا الله، لأنك لو أثنيت علي أنا لكرم أو لشيء أو معروف فعلته معك، فلولا أن الله تعالى أمكنني أو أجرى على يدي هذا الأمر ما فعلته، فمن الذي يسره؟ ومن الذي أعطاني القدرة؟ ومن الذي مكنني؟ الله. فكأن الحمد لا يرجع إلا إلى إيه؟ إلى الله تعالى، حتى قال بعضهم في قوله تعالى وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما عبد أحد في الحقيقة إلا الله، حتى المعبودات الأخرى ما عبدت إلا لاعتقاد أصحابها أنها آلهة، ولولا أنهم اعتقدوا أنها الله ما عبدها أحد، فإذا العبادة رجعت إلى الله، والآلهة دي والأصنام تتبرأ منا، تبرأنا إليكم، ما كانوا إيانا يعبدون. لو تفتكرون الأمان خطأ، وداني الجائزة فكرني أنا الشيخ محمد،
فلو اعتقد ان انا غيره ما كان اعطاني فمن الذي اعطي؟ لكن مين اللي اخذ غيره؟ يبقى اذا ما عبد احد في الحقيقه النصارى لولا انهم يعتقدون ان المسيح هو الله ما عبدوا. اذا فمن المعبود حقيقه؟ الله. هم اخطاوا في العنوان افتكروه والله فعبدوا اجا مكان يتبرع يقول له شنو؟ والحمد مختص بذلك كما افادته الجمله. يعني مختص بالله في الحقيقه خلاص لانه الجمله هي كما افادته الجمله. الجمله هنا بيقول الحمد لله جمله اسميه ولا فعليه؟ والجمله الاسميه المعرفه للجزئين تفيد الحصر. يعني المبتدا معرفه او الخبر معرفه كده تفيد الحصر. يعني معناها الاختصاص. انه مختص بالله الجمله الاسميه كده. زي ايه؟ خد بالك في جمله كده في القران الكريم تبين لك يعني بطلان ما يفهمه المجسمه. قال تعالى: هو الاول. هو ده اعرف من عارف الضمير. الاول معرفه. لم يقل هو اول فافادت انحصار او اختصاص الاوليه به فلا مشارك له فيها. هو الاول وهو الاخر وهو الضار وهو الضار. الجمله المعرفه للجزئين تفيد الحصر. ولذلك قال كما ايه؟ كما افادته الجمله. خلاص كده؟ سواء جعل الألف فيه للاستغراق كما عليه الجمهور. يعني الجمهور على انه ايه؟ ال في قولنا الحمد تفيد الاستغراق. وهذا السر هو الذي جعله يقول الحمد مختص بالله. لانه يبعد الاستغراق. الاستغراق يعني كل افراد الحمد. ولذلك الاستغراقية علامتها أن يصلح بدلا منها كل. كيف تعرف أنه الاستغراق لها علامة؟ شيل ألف وحط كل. ودلالة وفي دلالة أخرى في علامة أخرى وهي الاستثناء بعدها. يعني مثلا في سورة العصر قال تعالى: والعصر إن الإنسان. الألف ولام الإنسان دي معناها استغراقية، يعني استغرقت جميع أفراد الإنسان. لم يخرج فرد. هذا هو الاستغراق. والذي بين أنها استغراقية دلالة الاستثناء. إن الإنسان لم يقل إن الناس، ولو جعلناه إنسان واحد مش كل. في هذه الحالة لا يصلح الاستثناء لأن الاستثناء معيار العموم. لما قال إن الذين آمنوا يبقى هنا إيه؟ حصل استثناء، يعني جميع أفراد الإنسان في خص إلا الذين آمنوا. فالاستثناء الذي بعدها بين أن الاستغراقية، يعني استغرقت كل أفراد الإنسان. في واحدة ثانية أو الطفل. الطفل واحد؟ لا، الطفل هنا قال فيه استغراقية بدليل الجمع. أو الطفل لم يقل الذين لم يظهروا، لما قالش ليه الأطفال؟ ما فيش داعي يقول أطفال، هم الآل ده استغراقية. خلاص؟ أو الطفل. الذين كيف يقول الذين؟ يبقى معناها قال إيه؟ وإلا لا يجوز الجمع بعدها. فهمت كده ايه؟ قال ايه؟ قال عندنا كم حاجه يا شيخ محمد؟ كم نوع؟ بسيبك من كل حاجه، كم نوع؟ قول كم. انا بسالك عن عدد مش عن المعدود. اقول له متزوج كم زوج؟ يقول لي زينا معلم. متزوج مين؟ اقول لك كم؟ قول له اربعه ثلاثه. المهم هم كم؟ ثلاثه. ايه اول لحظه؟ استغراقيه. وهي علامتها ان يصلح مكانها ايه؟ كل. وياتي الاستثناء بعدها او الجمع. وال ها اللي هي للجنس، وال التي هي للعهد. ثلاثه. يبقى ايه الفرق بين الاستغراقيه وبين الجنسيه؟
الجن الاستغراقية استغرقت كل جميع الأفراد. أما الجنسية الحكم فيها يكون بالنظر إلى الجنس بغض أو بقطع النظر عن الأفراد. الحكم على الإيه؟ على الجنس مش على الأفراد بغض النظر. زي ما أقول كده الرجل أقوى من المرأة. هنا ما نقولش استغراقية. ليه؟ لأنه مش كل رجل أقوى من كل امرأة، ده في امرأة أقوى من 50 رجل. لا يستطيع 100 رجل أن يعزموها. اللي هنا قال إيه؟ جنسية، الحكم فيها على الجنس بقطع النظر عن الإيه؟ عن زي ما بقول الذهب أنفس من الفضة. فلا نقول هنا الاستغراقية، إنما نقول إيه؟ إذا الفرق بين الاستغراقية والجنسية أن الاستغراقية يشمل فيها الحكم كل الأفراد، أما الجنسية الحكم فيها على الإيه؟ على الجنس، جنس الرجل، جنس المرأة، جنس بقطع النظر عن إيه؟ طب وال اللي هي الثالثة اللي إيه؟ العهد، العهد قسموه إلى قسمين، في العهد الذهني والعهد الذكري. العهد الذهني زي ايه اللي في ذهنك، يعني حاجه مش مذكوره في الكلام، يعني تقول ايه هل جاءك الرجل او هل وصلك الكتاب. طبعا هنا هتقول نعم، كيف الكتاب اللي هو في ذهنك؟ انت كنت مره انت سالت انا عاوز كتاب في البلاغه، فانا ارسلت اليك كتابا ثم قابلت فقلت لك يا فلان هل وصلك الكتاب؟ فتقول نعم، اي الكتاب الذي ايه؟ في دينك الذي طلبته مني قبل ذلك. في اسم العهد ايه ده؟ يعني المعهود في الذهن. اما اللي في الذكر قال تعالى: انا ارسلنا اليكم رسولا، مش كده؟ كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني الذي سبق ذكره. إما يكون مذكور في الكلام أو هو إيه؟ مقدر في الذهن. ففي عهد ذهني وعهد إيه؟ ذكري. يلا. سواء جعل الأل فيه للاستغراق كما عليه الجمهور أو للجنس كما عليه الإمام الزمخشري أم للعهد كالذي في قوله تعالى: إذ هما في الغار. إذ هما في الغار. هل سبق ذكر الغار؟ يعني الغار المعروف المعهود، ولم يقل أي غار. هل هنا في الغار في أي غار ولا في غار ثور؟ ها؟ غار ثور. طب إيه اللي عرفت العهد؟ لأن العهد أن الغار الذي لجأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة اللي نزلت فيه الآيات دي هو غار ثور مش غار حراء. طب إيه اللي فرق بين العهد؟ هو راح فين لما اختبأ في الهجرة؟ اختبأ في أي غار؟ في غار إيه؟ طب ليه مش غار حراء؟ غار حراء ده ما كانش في الهجرة، ده كان في إيه؟ في نزول سيدنا جبريل. لو قال ربنا أنزل عليه جبريل في الغار كان قلنا غار إيه؟ حراء. إنما هنا إيه اللي كان العهد؟ خلاص؟ كان المعهود يعني المعروف يعني. أم للعهد كالتي في قوله تعالى: إذ هما في الغار كما نقله الشيخ ابن عبد السلام وأجازه الإمام الواحدي، على معنى أن الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختص به. يعني الحمد لله حمد الله نفسه، تمام كده، وحمده به أنبياؤه، يعني بنفس الحمد الذي حمد الله به نفسه حمده به أنبياؤه. فكيف يقال يعني حمد الله به نفسه؟ ده حمد قديم. لو حمده به انبياء واولياء، يعني قالت لا، الانبياء والاولياء بيعملوا ايه؟ ياتون بالكلام القديم المنزل الذي حمد الله به نفسه فينشئون الثناء به على الله، ولا ينشئون مضمونه.
يعني نفس الكلمة الله تعالى حمل نفسه طبعا بكلامه الأزلي النفسي القديم. فاحنا بنعمل ايه؟ بنقول بالنسبة لله تعالى كلام أزلي منزع عن الحرف والصورة وغير ذلك، أما بالنسبة لنا ننشئ، لكن لا ننشئ الحمد لأنه قديم، وإنما ننشئ الثناء على الله تعالى لأنه ايه؟ بالنسبة لنا ايه؟ حادث، وبالنسبة لله تعالى قديم. وحمده به يعني نفس الحمد أنبياءه وأولياءه مختص به. والعبرة بحمد من ذكر فلا فرد منه لغيره. يعني هنا عشان قال الآن ايه؟ استغراقية، فلا فرد منه يعني جميع الأفراد دي مختصة به تعالى. وأولى الثلاثة الجنس، يعني عندك ايه؟ الاستغراقية وقلنا توجيهها والجنسية والعهدية. هي أولى واحدة في نظر الشيخ طبعا، كل واحد طبعا كل شيخ له، والأولى الثلاثة أن تكون للجنس خلاص كده، ولكن لم يعلل يعني لم يذكر يعني هو الأولى. طب لماذا أولى؟ لماذا لا يكون الأولى؟ كل واحد يعني بحسب ما إيه؟ يعني أنت ممكن تقول أولاهم العهد المقديم، ممكن أنا أقول الاستغراق لأنه يشمل، وممكن واحد ثاني يقول إيه؟ الجنس، خلاص؟ ما فيش يعني. والحق عند الصوفية أنه ما حمد الله إلا الله ولا ذكر. الصوفية أصلا هم إيه؟ بيتبرعوا من الأفعال، يقول لك إحنا يعني ينظرون إلى إيه؟ إلى يعني كما قال سيدي بعضهم الذي يشتان بين من يستدل به ومن يستدل عليه، فهم لا يستدلون على القديم بالحادث، وإنما يستدلون على وجود الأكوان بوجود الله تعالى، فيقولون لولاه ما كان شيء، ولا يستدلون كأهل الكلام والمنطق وغيرهم بالعالم على الله يعكس، فيقول لك والله هو في الحقيقة ما حمد الله إلا الله في الحقيقة، إنما في الظاهر في حمد من الأنبياء وفي حمد من ليه؟ لأنه لو نظرنا إلى حمد الأنبياء والصالحين وإلى كل حمد فنجد إذا كان باللسان هو عبارة عن خلق ثناء على ألسنتهم، وإذا كان بالأفعال فهو عبارة عن خلق قدرة في جوارحهم، وإذا نظرنا إلى القلب فهو عبارة عن خلق تصميم واعتقاد في قلوبهم، ولا خالق ولا فاعل في الحقيقة إلا الله، فما حمد الله على الحقيقة إلا الله، ولا ذكر الله إلا الله. أنت ذكرت بماذا قلت في ذلك؟ قلت الله. من الذي خلق اللسان الذي قلت به الله؟ ومن الذي خلق الحروف؟ ومن الذي خلق النية؟ ومن الذي خلقك؟ يعني خاص. إن هو كأنه تعالى هو الذي حمد على إيه؟ يعني بأدواتك أو بلسانك أو بأفعالك. لما مين اللي هو عملها وكونها وخلقها؟ والله خلقكم وما إيه؟ إن خلص. إنما حمد الله إلا الله، وما ذكر الله إلا الله، وما شكر الله إلا الله، وهكذا. ولا عرف الله إلا الله. ومرادهم من ذلك أن كل من ذكره أو حمده أو عرفه إنما ذكر وحمد وعرف لحظ نفسه. أنا أقول لك والله أنت في ملحظ ثاني جميل، يقول لك والله أنت لما بعتوك ربنا إمام أو بتحمد أو عرفت إنما ذكر وحمد وعرف لحظ نفسه، يعني كأنه نظر إلى شيء يعود على الذاكر أو على الحامل لحظ يعني لغرض، يعني حتى وإن كان هذا الغرض محمودا في الحقيقة أنت إيه؟ ها؟ ما ذكرتش الذكر الحقيقي ولا عرفتش المعرفة الحقيقية ولا حمدت الحمد الحقيقي، لأنك راعيت إيه؟ حظ نفسك. وأن تذكر الحقوق بالحضور، يعني متى تكون أعطيتني حقي؟ إذا كنت رعيت حظ نفسك. وطبعا الإنسان
لا يستطيع أو لا يقدر على غير ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى الحقيقة فأنت معذور. وذلك سيدنا موسى قال هذا المعنى، قال يا ربي كيف أحمده أو كيف أشكره؟ قل لي كده كيف أشكره وكيف أحمده؟ قالوا ما تشكر زي الناس وتحمد الله. وأنا إذا شكرت ده، الشكر ده في حد ذاته إذا أنت وفقتني وأنا شكرت بهذه نعمة تستوجب شكرا آخر، والشكر الآخر نعمة تستوجب شكرا آخر، وهكذا تمشي. كيف أصل؟ يعني كلما أشكر تبقى نعمة، النعمة تحتاج إلى إيه؟ شكر. إذا لن أصل إلى حقيقة شكرك. فأنا كده عجزت. قال يا موسى إذا عرفت أنك عجزت عن شكري فهذا هو شكري، أن تعترف أنك عجز. لأنك إذا لم تعترف بالعجز ده مش كل هاي من أنا وفقتك بالشكر، اللي نعمة ولا مش نعمة؟ فين شكرها؟ هتشكر نعمة تانية، فين شكرها؟ فحتصل حقيقة لا بد إلى العجز. في الحالة دي ربنا يحسب لك العجز عن الشكر شكر تكرما وفضلا. واضح؟ فعل الحقيقة ما حمد الله كحمده تعالى بذاته وغيره، لأنه الحمد بتاع ربنا هو نفسه حمد ذاته، احنا بناخذ هذا الحمد وبنحمد به، صح كده؟ لو احنا جبناه منين؟ افرض ربنا ما انزلش في القران كلمه الحمد ولا الشكر، كان احنا كيف عرفنا؟ افترض ان الله لم يخلق لنا السنه كيف نثني؟ او لم يخلق لنا جوارح كيف نعظم؟ او قلب كيف نعتقي؟ إن من الذي حمد الله تعالى في الحقيقة وشكره هو سبحانه وتعالى شكر نفسه بنفسه، ولكن نسب ذلك إلينا تفضلا كما قال سيدنا عبد، يعني ينسب إليك الفعل وهو ليس منك عشان يثيبك عليه. وآثر الجملة الاسمية على الفعلية لدلالتها على الدوام والاستمرار. يعني ما تقولش يا أحمد الله أو حمدت، تقول الحمد بالجملة. ليه؟ لأنها تدل على الدوام والاستمرار بخلاف الجملة الفعلية. وإنما قال في حد الحمد الحد عن التعريف. وإنما قال في حد الحمد الثناء بالكلام دون الثناء باللسان ليشمل الحد المحامد الأربعة. يعني عندك المحامد الأربعة عرفهم؟ قديم لقديم، الحمد لله لنفسه، قديم لحادث، حمد الله لعباده، حادث لقديم، حمد العباد لربهم، حادث لحادث، حمد العباد لبعضهم. فلو قال باللسان لا يشمل الحد ايه؟ المحامل الأربعة، فلهذا قال بالكلام. ليشمل الحد المحامد الأربعة القديمين والحادثين. يعني في عندنا حمدين قديمين وحمدين. ما هما القديمان؟ حمد الله تعالى لنفسه وحمد الله لعباده. أما حمد العباد بعض لبعض وحمد العباد لله فهذان حادثا. وإنما قال في حد الشكر الثناء باللسان دون الثناء بالكلام، لأن الشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة، ولا منعم على الله تبارك وتعالى، بل هو المنعم على الكل فضلا منه عز وجل. يعني انما قال في حمد الشكر الثناء باللسان دون الثناء بالكلام، لان الشكر زي ما قلنا لا يكون الا في مقابله نعمه، ولا منعم على الله تعالى. لما بنسب الشكر لله بقول لك ما ينفعش يكون الشكر إلا في مقابلة نعمة ولا منعم على الله، يعني ما ينفعش يصدر الشكر من الله لأحد. المعنى كده هذا الأحد أنعم على الله، إنما ينفع أن يصدر الحمد من الله لأحد.
انما الشكر لا، لانه في المقابله ايه نعمه. ولذلك بقول لك هنا ايه، ولا منعم على الله بل هو المنعم على الكل فضلا، يعني حتى انعامه مش واجب زي ما بيقول المعتزله. وان ورد شيء من ذلك، يعني ان ورد ايه ان الله يشكر احدا، وان ورد شيء من ذلك كقوله وكان الله، بدل ما قبل ما يجيب السنه الكتاب وكان الله شاكرا، يبقى معنى كده شاكرا مش لنفسك، لاحد من عباده، او شاكرا لكم. وفي الحديث برضه في البخاري ان الله شكر صنيعكما، مش كده؟ وده في حديث معروف بتاع الانصار الذي ضاف ضيف رسول الله، خلاص، فضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، خلاص. ونزل في هذا قوله تعالى ويؤثرون على إيه؟ أنفسهم. فهذا الحدث جاء في حديث البخاري أن صلى الله عليه وسلم قال لمن استضاف ضيف رسول الله هو وإيه وزوجته، قال شكر الله إيه؟ كيف؟ فهو ضرب من المجاز. هذا ليس على الحقيقة، لأنه لا منعم على الله. ضرب على مجال مش حقيقة، إطلاقا للشكر مرادا به ليه؟ الحمد، والله أعلم. يعني كأنه كان الله شاكرا يعني حاملا. شكر أي حمل، يعني أثنى عليكما. خلاص يعني مدحكما. مش على الحقيقة. ما ينفعش. وإنما أضاف الحمد إلى هذا الاسم الأعظم دون غيره. يعني ما قالش الحمد مثلا زي جماعة الفلسفة يقول لك إيه الحمد مثلا للحكيم العليم، أو الحمد للملك، الله الحمد لله. ما تجيبش أي اسم دون الاسم الأعظم. ليه؟ مش كل أسماء الله. قال لك يعني مش الحكاية هي عافية كده. وإنما أضاف الحمد إلى هذا الاسم الأعظم اللي هو لفظ الجلالة دون غيره استحقاقه الحمد لله. يعني لو مثلا قال الحمد للرحمن حيتوهم انه يحمد من اجل ليه الرحمه، او الحمد للشكور من اجل، او الحمد للغفار من اجل، وهكذا. فهمت كده؟ فما وفوش الا ايه؟ الاسم الاعظم. لاستحقاق الحمد لذاته تبارك ونفيا لما قد يتوهم. يعني هنتوهم ان احنا بنحمد لاجل ايه؟ لأجل غرض، وهو مستحق للمحامد كلها لذاته. والمراد من حمد العباد لله تعلقه به. والمراد من حمد العباد لله يعني تعلقه بالله، ولا يلزم من تعلقه به قيامه به. يعني الحمد نحن لله ده حادث، وكيف يقول لله ان هيتعلق به هيقوم به لا، استحاله بقيام الحوادث لذاته تعالى فعلفه. خلاص كده؟ وحكم هذا الحمد يعني كونك تقول الحمد لله او تحمد الله تعالى واجب، يعني حكم الوجوب مره واحده في العمر. ما عداها يعتبر مستحب او مندوب او نافله، انما الوجوب ايه؟ يعني يسقط عنك بفعله او بقولك الحمد لله مره واحده. ده ايه؟ الحد الواجب. فلو لم تحمد الله تعالى في حياتك او لم تقل الحمد لله مره واحده تأثم. انما اذا قلت مره واحده يسقط عنك الاسم، ويصير ما عدا ذلك ايه؟ من الاستحباب او من السنن. وما زاد على ذلك فهو مستحب كالنطق بالشهادتين. يعني مثلا النطق بالشهادتين واجبتان عليك في العمر مرة واحدة. اوعى تكون نسيت ما قلتش قولوها اشهد ان لا اله الا الله عشان نسقط الوجوب. الواحد يقولها حتى عشان شاهد. رب الملائكة يقول لك ما قلتش قولها فلان شاهد. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا رسول الله. الحمد لله يعملنا ثلاثه ما فيش واجب عليه. يبقى النطق بالشهادتين برضه واجب، والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم واجب ايه؟ في العمر مره واحده. لكن البعض قال لا، وواجب ايضا عند ذكره.
ينتج بها مرة واحدة الوضوء المطلق، وعندما إيه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشبه ذلك. وهل ذلك على الفور أو وهل ذلك يرجع إلى إيه؟ ها؟ كل واجب في العمر مرة كده، والصلاة على النبي واجبة مرة، ونطق بالشهادتين واجب مرة، هل ده على الفور ولا على التراخي؟ إيه معنى على الفور؟ يعني فورا بمجرد أن تعرف الحكم، ولا على التراخي يعني ممكن بعد سنتين. المهم إيه؟ لا تخرج من الدنيا أو لا يتوفاك الله حتى تكوني، لو أنك يعني فعلت ذلك قبل موتك ولو بيوم واحد أو بساعة، خلاص إذا أسقطت الوجوب لأنه على التراخي. زي مسألة الحج، هل واجب على الفور أو على إيه؟ قولان، والأول أظهر وأشهر له إيه؟ ليه ما تضمنش؟ طب أنا مش هحمد ربنا إلا بعد 10 أيام، طب وما كيف تضمن؟ أو بعد شهر، أنا أقول الحمد لله تخلص أنت حتى ربنا، تؤخر إيه؟ وأفضل المحامد لا، أفضل حاجة تقولها إيه في الحمد؟ تقول الحمد لله بيمين محامد الله كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، على جميع نعم الله كلها ما علمت منها وما لم أعلم. هل تركت شيئا؟ كنت راني كنت ده انت قلت في جميع المحامد. لو يجي واحد يسأل تعالى ايه المحامد جميع المحامد تعرفها؟ ده في محامد لا يعلمها الا الله، انا قلت في جميع المحامد كلها ما علمت منها وما لم أعلم. لا، وانت بتحمد ربنا على جميع النعم، عارف النعم كلها؟ لا، ما علمت منها وما لم. فهذه صيغه جامعه جامعه، لم تترك شيئا. زي ما قال سيدنا الكمال بن الغمام في نقل عنه ابن حجر في الفتاوى، ابن حجر حزب الفتاوى الحديثيه والفتاوى مش عارف، بيقول ايه اجمع او اعظم صيغه في الصلاه عند المسلم جامعه، زي بسمنا ايه الحمد لله دهنا نقولها كلنا مع بعض عشان نكون حققنا الحمد لله بجميع ما حمد الله كلها ما علمت منها وما لم اعلم، على جميع نعم الله كلها ما علمت منها وما لم اعلم. مرة ثانية، الحمد لله بجميع محامد الله كلها ما علمت منها وما لم أعلم، على جميع نعم الله كلها ما علمت منها وما لم أعلم. ثالثا، الحمد لله بجميع محامد الله كلها ما علمت منها وما لم أعلم، على جميع نعم الله كلها ما علمت منها وما لم أعلم. سيدنا الشيخ كمال بن لما سألوه عن صيغة زي كده في الصلاة على النبي قال إيه؟ قال اللهم صل افضل صلاه، طبعا ما حددش هو الذي يعلمه الله، هي افضل صلاه يا رب تصلي بها، اللهم صل افضل صلاتي وسلم اعظم تسليمتي على سيدنا محمد عبدك، شوف جاب المقامات كلها، عبدك ورسولك ونبيك كده، وسلم وعلى اله وعلى عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، شوف جاب الايه؟ السياده، جاب العبوديه والنبوه والرساله، شوف كده، عبدك ونبيك ورسولك وعلى اله وسلم تسليما كثيرا، وانزله المنزله المقربه عندك يوم القيامه، واته وسيله ويبدالك والفضيله والدرجه العالية التي وعدتك إنك لا تخلف، بل كده يعتبر أنت إيه؟ جبت أفضل أو أعظم صيغة. وطبعا صيغ الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا كثيرة جدا بعدد الخلائق، لكن قد تكون هناك صيغ نورانية فيها تجليات فيها إمدادات فيها فتوحات، فلا تظن كما يقول صح الصيغة المأثورة التي أمرنا بها إيه في الصلاة، ليس لا يلزم من ذلك أنها أفضل أو أعظم صيغة. بعضهم يقول لك أفضل صيغة هي الإبراهيمية، من أين جاءت الدليل؟ هي صحيح صيغة تعبدية نصلي بها في الصلاة، لكن ليس هناك إيه دليل على أنها إيه أفضل الصيغ.
والله أعلم بأي صيغة أفضل، أو كمال ابن الغمام كان لا يعرف أنه أفضل لإبراهيم عشان يقول هذا. فإحنا نصلي، وفي طبعا إذن في صلوات معينة لا يمكن أن تصلي من غير إذن، ما ينفعش، لابد يكون لك فيها اتصال أو إيه أو سند. وعلى أي حال نختم بالصلاة على سيدنا